أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة، وفيها نجيب عن الأسئلة التالية: أولا، ما المهارات الأساسية في قطعة الفهم والاستيعاب، وكيف نتعامل مع هذه المهارات؟ ثانيا، ما المثنى وما علامة رفعه؟ ثالثا، ما أنواع الجمع؟ رابعا، ما اللام القمرية وما اللام الشمسية؟ وأخيرا، ما اللافتة وكيف تكتب عزيز الطالب لافتة؟ هيا بنا أعزائي الطلاب لنجيب عن الأسئلة السابقة وعن أسئلة أخرى سنطرحها في سياق حلقتنا. اقرأ عزيز الطالب القطعة التالية ثم أجب عن الأسئلة. قال عاطف لوالده: أريد أن تشتري لي ساعة مثل ساعة أخي أحمد. قال الوالد: أتعرف من الذي دفع له الثمن؟ لقد ادخر من مصروفه واشترى الساعة. لا تعجب من ذلك، القليل مع القليل كثير. انظر إلى المنزل الضخم، إنه يتكون من حجر صغير على حجر صغير. اقتنع عاطف بكلام والده، وعرف أن الادخار دليل العقل وسبيل تحقيق ما نريد. إذن أعزائي الطلاب، بعد قراءتنا لهذه القطعة نلاحظ أنها تتناول موضوعا مهما في حياتنا، وهو الادخار. فكما نقول في أمثالنا: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. ويقول المولى عز وجل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. صدق الله العظيم. إذن بعد قراءتنا للقطعة أعزائي الطلاب وفهم هذه القطعة فهما جيدا، نجيب عن الأسئلة التالية. أجب عزيز الطالب عما يأتي. أكمل. طلب عاطف من والده أن يشتري له فراغ يد. وفي الجملة الثانية، استمع عاطف لوالده وبكلام والده. ستقول معي في الجملة الأولى عزيز الطالب: طلب عاطف من والده أن يشتري له ساعة يد. وفي الجملة الثانية، استمع عاطف لوالده ونقول واقتنع بكلام والده. تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي: ماذا طلب عاطف من والده؟ بالعودة أعزائي الطلاب إلى القطعة مرة أخرى، نجد أن عاطف قد طلب من والده أن يشتري له ساعة يد. فإذا نقول: طلب من والده أن يشتري له ساعة. ما فائدة الساعة للإنسان؟ هنا بالعودة للقطعة ولمعلوماتنا السابقة، نعرف مدى أهمية الساعة في حياة الإنسان، فهي تنظم له وقته. فلذلك نقول في إجابة هذا السؤال مرة أخرى:
تساعد على معرفة الوقت وتنظيمه. تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي: لماذا رفض الوالد دفع ثمن الساعة؟ نحن أمام والد عاقل يريد أن يعلم ولده أهمية الادخار وأنه ضمان للمستقبل، فلذلك لم يرد شراء هذه الساعة لولده من ماله الخاص، بل أراد أن يعلم ولده عاطف أهمية الادخار. إذن في إجابة سؤالنا نقول: حتى يعلم ولده التوفير وقيمة الادخار. تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي: بما نصف والد عاطف؟ نقول أعزائي الطلاب أن هذا الأب هو أب عاقل، لأنه كما رأينا يعلم ولده قيمة عظيمة تساعده في حياته، وهي أهمية الادخار. فلذلك نقول في إجابة سؤالنا: نصف والد عاطف بأنه عاقل. تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي: اختر عزيز الطالب الإجابة الصحيحة. العنوان المناسب للقطعة: أهمية الساعة، هدية الأب، طاعة الأب، أم أهمية الادخار؟ تستطيع هنا عزيز الطالب أن تجيب مباشرة، فهذه القطعة تحدثنا عن أهمية الادخار في حياة الإنسان. فإذا الإجابة الصحيحة هي دال أهمية الادخار. لقد ادخر من مصروفه، مرادف كلمة ادخر: وفر، ضيع، تبرع، أم صرف؟ الادخار أعزائي الطلاب هو التوفير، فادخر مرادفها هو وفر. فإذا الإجابة الصحيحة هي ألف، وفر. القليل مع القليل كثير. مضاد كلمة القليل: الضئيل، الكثير، الصغير، الضخم. ستقول لي مباشرة مضاد كلمة القليل هو الكثير. فإذا الإجابة الصحيحة هي الخيار ب، قولنا الكثير. وعرف أن الادخار دليل العقل وسبيل تحقيق ما نريد. جمع كلمة سبيل: أسبال، سبائل، سبل، سابلة. لأنك عزيز الطالب قد تعلمت كيفية الجمع في دروس سابقة وقد أتقنت ذلك، ستقول معي: جمع كلمة سبيل هو سبل. فإذا الإجابة الصحيحة هي الخيار جيم، قولنا سبيل جمعها سبل. لا تعجب من ذلك، تعجب من: ضع التركيب في جملة. قد تقول عزيز الطالب: لماذا تعجب من قدرتي على التفوق والنجاح؟ تأمل عزيز الطالب السؤال التالي: ما نوع الأساليب التالية؟ انظر إلى المنزل الضخم، أتعرف من الذي دفع له الثمن؟ لقد ادخر من مصروفه، لا تعجب من ذلك. انظر، فعل أمر، فإذا نوع الأسلوب هنا هو أسلوب أمر. أتعرف من الذي دفع له الثمن؟
الهمزة هنا أعزائي الطلاب هي همزة استفهام، فلذلك نقول نوع الأسلوب هنا هو أسلوب استفهام. لقد ادخر من مصروفه. تعلمنا في دروس سابقة أعزائي الطلاب أن قد مع الفعل الماضي تفيد التوكيد، فإذا هذا الأسلوب هنا أسلوب توكيد. لا تعجب من ذلك. لا هنا أعزائي الطلاب هي لا الناهية، فإذا الأسلوب هنا أسلوب نهي. أعزائي الطلاب بذلك نكون قد أجبنا على القسم الأول من سؤالنا، كيف نتعامل مع المهارات الأساسية في قطعة الفهم والاستيعاب؟ وسؤالنا التالي، ما المثنى وما علامة رفعه؟ نجيب عن سؤالنا بعد الفاصل إن شاء الله. ها قد عدنا أعزائي الطلاب لنواصل درسنا. ثوبين المجتهدين صبوران. ضع كل كلمة في الفراغ المناسب واذكر علامة إعرابها. الجملان فراغ على العطش، اشترى لي أبي فراغ، مررت به فراغ في عملهما. سؤالنا أعزائي الطلاب يتعلق بالمثنى، فما المثنى؟ سنقول معا، المثنى هو اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، فنقول مثلا طالب طالبين أو طالبان، ونقول أيضا طالبة طالبتان أو طالبتين. فما علامة رفع المثنى؟ ستقول معي مباشرة، المثنى يرفع وعلامة رفعه الألف، وينصب ويجر وعلامة نصبه أو جره الياء. فإذا المثنى يعرب بعلامات الإعراب الفرعية. نعود الآن لإجابة سؤالنا، سنقول مباشرة، الجملان صبوران على العطش. فالجملان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وصبوران خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه أيضا الألف لأنه مثنى. اشترى لي أبي، ستقول معي ثوبين، فثوبين أعزائي الطلاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، فإذا علامة النصب هنا الياء. مررت بي، ستقول معي مررت بالمجتهدين في عملهما، فالمثنى مسبوق بحرف الجر الباء، فإذا هو اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء. تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي، اجمع كل اسم من الأسماء الآتية الجمع المناسب وضعه في جملة من عندك. بستان، مهندس، تلميذة. سؤالنا أعزائي الطلاب هنا يتعلق بالجمع، والجمع ثلاثة أنواع، جمع تكسير، وجمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم. فما جمع التكسير؟ كما سبق وأن قلنا، جمع التكسير هو كل اسم يدل على الجمع بتغيير صورة مفرده زيادة أو نقصا أو بتغيير الحركة.
أما جمع المذكر السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. أما جمع المؤنث السالم فنقول هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. هذه هي أنواع الجمع أعزائي الطلاب، ونعود الآن لإجابة سؤالنا. نقول مباشرة بستان تجمع جمع تكسير فنقول بساتين. وإذا أردنا أن نضع هذه الكلمة أو هذا الجمع في جملة نقول مثلا تكثر البساتين في غزة، أو تنتشر البساتين في غزة. مهندس ستقول معي مهندسون، فهو جمع مذكر سالم. وقد تقول في الجملة أشرف المهندسون على المبنى. تلميذة مفرد مؤنث، يجمع هنا جمع مؤنث سالما فنقول تلميذات. وإذا طلب منك أن تضعه في جملة مفيدة ستقول معي التلميذات مؤدبات. تأمل معي عزيزي الطالب السؤال التالي: ضع في كل مكان مما يأتي اسما مناسبا من عندك، وبين نوعه من حيث الإفراد والتثنية والجمع. إذن أعزائي الطلاب، سؤالنا هنا يتعلق بنوع الاسم، إن كان مفردا أو مثنى أو جمعا. سنجيب مباشرة على سؤالنا. وقف فراغ صفوفا في فناء المدرسة. قد تقول عزيز الطالب وقف الطلاب أو وقف التلاميذ، ونوع الجمع هنا هو جمع تكسير فنقول إذن وقف الطلاب صفوفا في فناء المدرسة، ونوع الجمع كما قلنا هو جمع تكسير. ماهرات في علاج المرضى. قد تقول مباشرة الطبيبات ماهرات في علاج المرضى. ما نوع هذا الجمع؟ ستقول معي هو جمع مؤنث سالم. أخلص فراغ في تعليم تلاميذهم. ستقول معي مباشرة أخلص المعلمون. ما نوع هذا الجمع؟ ستقول لي هو جمع مذكر سالم. أنتما فراغ مجتهدان. أنتما كما تعلمنا هنا ضمير مخاطب للإثنين، فإذا أنتما طالبان مخلصان، وطالبان هنا أعزائي الطلاب خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، فإذا نوع هذا الاسم ستقول معي مباشرة هو مثنى. فراغ تلميذ مجد في دروسه. تلميذ، فإذا قد تقول معي محمد، سعيد، إبراهيم تلميذ مجد في دروسه، ونوع الكلمة هنا مفرد. إذن أعزائي الطلاب، عرفنا المثنى وعلامة إعرابه وكذلك أنواع الجمع. الآن ما اللام القمرية؟ وما اللام الشمسية؟ وكذلك ما اللافتة؟ وهل تستطيع عزيز الطالب أن تكتب لافتة؟ نرى ذلك بعد الفاصل إن شاء الله. ها قد عدنا أعزائي الطلاب،
لنواصل درسنا. اقرأ عزيزي الطالب الكلمات التالية ثم بين هل نطقت اللام فيها أم لا. النخلة، الناس، البلدان، الحارة، العرب، العراق، الأوراق، الدائمة، الخضرة. كلمات قد بدأت بأل التعريف، فهل نطقت لام أل التعريف فيها؟ نعيد قراءة هذه الكلمات كلمة كلمة. النخلة، لم تنطق اللام هنا. الناس، لم تنطق أيضا. البلدان، لقد نطقت. الحارة، لقد نطقت اللام هنا. العرب، نعم لقد نطقت. العراق، لقد نطقت اللام في أل التعريف. الأوراق، لقد نطقت. الدائمة، لم تنطق. الخضرة، لقد نطقت اللام. فإذا لام أل التعريف على نوعين، لام تنطق ولام لا تنطق ولا تلفظ. فعندما نقول مثلا النخلة، هنا لم تنطق اللام وشدد الحرف الذي بعد اللام، تسمى هنا اللام التي لا تنطق لاما شمسية. فما اللام الشمسية إذن؟ نقول هي تلك اللام التي لا تلفظ ويأتي بعدها الحرف مشددا. أما لو تأملنا كلمة الحارة مثلا، سنجد أن اللام قد نطقت، فلذلك تسمى هنا هذه اللام لاما قمرية. فما اللام القمرية إذن أعزائي الطلاب؟ ستقولون معي هي اللام التي تلفظ. تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي: بيّن نوع اللام شمسية أم قمرية فيما يلي. المطر، ستقول لي مباشرة المطر هنا اللام قمرية لأنها قد نطقت ولفظت. التدفئة، ستقول معي عزيز الطالب التدفئة اللام هنا لم تنطق وشدد الحرف بعدها، فإذا اللام هنا لام شمسية. الثلاجة، أيضا لم تلفظ وشدد الحرف التالي لها، فإذا هي لام شمسية. السحب، لم تنطق، فإذا اللام لام شمسية. الجو، لفظت اللام، فإذا اللام هنا قمرية. الكهرباء، اللام قمرية لأنها قد نطقت. فإذا تذكر عزيز الطالب أن اللام على نوعين، لام شمسية ولام قمرية. هل تستطيع الآن عزيز الطالب أن تكتب لافتة؟ وما اللافتة؟ هيا بنا أعزائي الطلاب لنرى ذلك. وقل رب زدني علما. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. إذا جهلت فاسأل، وإذا علمت فاعمل. أعزائي الطلاب، ما موضوع هذه اللافتات؟ بالعودة إلى الآية والحديث
وبيت الشعر والقول المأثور؟ سنجد أن جميع هذه اللافتات تدعونا لطلب العلم. إذن أعزائي الطلاب، ما اللافتة؟ بتأملنا لهذه اللافتات سنقول أن اللافتة هي شعار يكتب على لوحة من خشب أو نحوه لتوجيه النظر إليها. هذه هي اللافتة. أما أنواعها من حيث مادتها، فبالعودة للافتات سنجد أن الأولى هي آية قرآنية، أما الثانية فهي حديث شريف، وأما اللافتة الثالثة فهي بيت شعري، واللافتة الأخيرة قول مأثور. فإذا اللافتة قد تكون أعزائي الطلاب آية قرآنية أو حديثا شريفا أو بيتا شعريا أو حكمة ومثلا أو قولا مأثورا. هذه هي أنواع اللافتة من حيث مادتها. ما الشروط التي يجب توافرها في اللافتة؟ بالعودة إلى اللافتة سنجد الشروط على النحو التالي. أولاً كما نلاحظ الإيجاز، ثم التعبير الجيد، وكذلك تناسب الألفاظ وجمال الصياغة. هذه هي الشروط التي يجب توافرها في اللافتة. هيا بنا الآن أعزائي الطلاب لنجيب عن الأسئلة التالية. أجب بصح أمام اللافتات المناسبة لوضعها في المدرسة. سنجيب مباشرة: المدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها. إذن لافتة تصلح هنا لأن توضع في المدرسة. لا تلقي الورق في ساحة المدرسة، كذلك هذه اللافتة صالحة. لا تقطع الشارع عند الإشارة الحمراء، هذه اللافتة كما نرى لا تصلح لأن تكون لافتة تعلق في مدرسة. قف، توجد أعمال على الطريق. ستقول معي هذه اللافتة لا تصلح لأن توضع وتعلق في المدرسة أيضا. تعاون مع زملائك في نظافة الفصل. ستقول هذه لافتة تصلح لأن توضع في المدرسة. لا تكتب على مقعد الدراسة، كذلك هذه لافتة تصلح لأن تكون لافتة تعلق في المدرسة. إلى هنا أعزائي الطلاب ينتهي لقاؤنا معكم، وعلى أمل لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.